بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. بإذن الله هذا الفيديو رح يقدم لك ثلاث معلومات أو ثلاث فوائد. أول شيء وهذا هو أساس الفيديو، إنه رح نعمل تحويل النص إلى صوت عربي أو إنجليزي أو أي لغة تانية مجانا ومن غير ليميت أو مقابل وبجودة ممتازة. يعني ما رح تتفاجأ بنص الفيديو إنه الموقع طلع بفلوس أو الخطة المجانية طلعت محدودة. تاني شيء رح أعرض لك موقع مجاني بيعمل تشكيل للنص وتقريبا من غير أخطاء. ثالث وآخر شيء إنه رح أعرض لك موقع مجاني كمان بيعمل تحويل ملف الفيديو لملف صوتي، يعني من MP4 ل MP3. هلأ خلينا نبلش بموضوع الفيديو. هذا الموقع يلي رح نعمل من خلاله تحويل النص إلى صوت، هذا الموقع جديد وبيقدم أكثر من خدمة، ولهلأ الموقع مجاني. وبعد ما تدوس على الرابط اللي بصندوق الوصف أو التعليق المثبت رح تظهر لك هاي الشاشة. أنا ما رح أعمل تسجيل دخول، بدوس هون على كرييت بروجكت. هلأ هذا القسم هو خاص بمونتاج الفيديو، بس نحن ما رح نستخدم المونتاج حاليا، رح نروح على هذا القسم اللي هو تكست تو سبيتش، دوس عليها بتظهر لي هاي الاختيارات. هون أنا بحط النص يلي بدي إياه، وأقصى عدد للحروف هو 1000. يعني لو أنا عندي نص مكون من 5000 حرف تقريبا رح أسمعه على 5 مقاطع، هو بالمرة الوحدة بس بياخد 1000، تمام. ومن هون بختار اللغة، وراح اختار هلا مبدئيا اللغة العربية. وهذا الشيء المميز بالموقع انه عندك 8 أصوات عربية بتقدر تختار من بيناتهم وكلياتهم مميزين. ومن هون بتختار سرعة الصوت او سرعة الاداء، ومن هون هي بس نغيرتها بتغير معك نبرة الصوت. بعد شوي رح نشوف طبعا هذا الشيء بمثال عملي. من هون بتعمل بريفيو، بتشوف بتعمل اختبار للصوت، ومن هون بتعمل اد بينضاف على التايم لاين تحت. خلينا نجيب نص ونجرب. رح اخذ نص عشوائي من هذا الموقع، بس قبل ما احطه بالموقع بدي اعمل تشكيل للنص. انا اخترت هذا المقطع، وهون بدي اقول لك على قاعده كتير مهمه لما تجي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي. كل ما كانت جوده المدخلات عاليه، كل ما كانت النتيجه يلي رح تاخذها افضل، وهذا الشيء لازم تعمله مع الصور بالذكاء الاصطناعي او تشات جي بي تي او اي شيء خاص بالذكاء الاصطناعي. هلا بالنسبه لحالتنا ومثال اليوم، فانا بحسن المدخلات عن طريق اني اعمل تشكيل للنص، فهذا رح يخلي الاخطاء تقل ويعطيني نتيجة افضل. هلأ بناخد النص وبنحطه بهذا الموقع. هذا الموقع بيعمل تشكيل للحروف، انا عملت نسق وهون عملت لصق، ومن هون بدوس على تشكيل، ثواني بيظهر لي النتيجة، بنسخها وباخدها على الموقع. هون بعملها لصق، ونحن اخترنا اللغة العربية، انا رح اختار واحد من الاصوات وليكن هاد، تمام. انا بحب اني اقلل السرعة شوي، بيتش كمان ممكن اخففه شوي، وبعمل بريفيو. يمكن للرياضة ان تساهم في تحسين صحة الدماغ من خلال تحفيز تدفقي. خلص هون البريفيو، ومن هون بعمل اد. بس عملت اد هو بيظهر لي تحت، المقطع اللي انا عملته بيظهر تحت، وهون من هون بقدر شغله بشكل كامل. يمكن للرياضة أن تساهم في تحسين صحة الدماغ من خلال تحفيز تدفق الدم له، كما أنها تحفز من إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تنشيط نمو خلايا المخ وتزيد من قدرة الذاكرة. أنا شايف النتيجة ممتازة جدا، مثل ما قلت لك الموقع مجاني وما عندك ليميت محدد. أنت حبيت تختار ذكر ممكن تختار من هون، وكمان تعمل تجربة تلعب بهدول الإعدادات على حسب ما يعني تلاقي شيء مناسب، تعمل بريفيو. يمكن للرياضة أن تساهم في تحسين صحة الدماغ من خلال تحفيز تدفقي. هو طبعا هذا يعني عينة، بعمل آد مرة تانية فبتظهر لي هون. مثل ما قلت لك إذا عندك مقطع عدد الحروف تبعيته 5000 فأنت رح تعمل مثلا 5 مقاطع. يعني أنا هذا المقطع مثلا 255 حرف بس. هلا حاليا خلصنا، إحنا بنعمل داونلود من هون، بدوس على سيف. وهون طبعا انا ما بيهمني الريزوليوشن تبعت الفيديو لان انا ما راح استخدم فيديو، فبختار اي وحده من بيناتهم وليكن هاي، ثواني وبعدين بعمل سيف. هلا الملف نزل عندي هون بصيغه MP4، مثل ما قلت لك هو فيديو، بكل سهوله وبشكل مجاني بيجي على هذا الموقع اللي هو ثالث موقع عندنا بهذا الفيديو، وبختار الملف يلي نزل عندي، بدوس هون على تشوز فايل، ومن هون بقول له ستارت كونفرت. بس هيك هلا بحمل الملف من هون، وهي النتيجة النهائية. بنفتح الملف. يمكن للرياضة أن تساهم في تحسين صحة الدماغ من خلال تحفيز تدفق الدم له،
كما أنها بس هيك. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى أنك تكون استفدت. يا ريت تعمل لايك واشتراك بالقناة، وشكرا، سلام عليكم.